هو اكيد يعني تبرع بدل الاعضاء درته في 2012 ووقعت لي الحديثه في 2013 يعني. واكيد هو عن قناعه لانه كنعرفوا ما يقع على الطرقات من حوادث السير، وهذه غير شيء بسيط جدا، هو عينه انه حتى ملي كيوقع لا قدر الله حادثه من حوادث السير فهناك مصابين وهناك موتى في كثير من الاحيان. هذوك المصابين كيحتاجوا على الاقل التبرع بالدم اللي هو ابسط شيء، ابسط من التبرع بالاعضاء بعد الوفاه. هذاك وهناك حالات كثيره كيكون فيها حالات وفاه، مثلا الحادثه اللي كانت وقعت لي في 2013 هي توفات فيها اخت السائق الله يرحمها، وكانوا يعني بعض المصابين، اربعه من المصابين او خمسه، وكنت من بين المصابين انا يعني، كنت توقف القلب جوج مرات وكانت يعني مجموعه من الكسور في الجسد. الحمد لله يعني، ولكن نتخيل انه مثلا الشخص اللي كيموت على الطريق وكان ممكن يكون انا، انه وما يتبرعش بالاعضاء ديالو، وكاين واحد العدد ديال واحد الوقت معين يعني الاعضاء ديالو ما كتبقاش صالحه.